السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من تلفزيون الأجواء. إلى العناوين: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يوقع على قانون المالية لسنة 2022. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي في وفاة المغفور له الحاج محمد عبد الله بالكبير ابن الشيخ سيدي محمد بالكبير. وزارة العدل تعلن عن 200 ناجح في المسابقة الوطنية للتوظيف الطلبة القضاة. أما المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول السنة الجديدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، وقع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على قانون المالية لسنة 2022، وحضر مراسم التوقيع على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2022 والتي جرت بمقر رئاسة الجمهورية كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة، ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولار وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق، ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3.3% ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9% مع نسبة تضخم تقدر ب 3.7%. كما يرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات ل 27.9 مليار دولار خلال 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع ب 31.8 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانيتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683.22 مقابل نفقات ب 9858.4 مليار دينار جزائري. من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم. انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس الحاج عبد الله بالكبير نجل الشيخ سيدي محمد بالكبير طيب الله ثرهما. على إثر هذا المصاب بالجلل، تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الحاج محمد عبد الله بالكبير ابن الشيخ سيدي محمد بالكبير. وجاء في رسالة التعزية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية هذا نصها: إلى عائلة الحاج محمد عبد الله بالكبير ابن الشيخ سيدي محمد بالكبير، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقدوتنا محمد ألفي ألفي صلاة وألفي وألفي تسليم. أما بعد، إيمانا بقضاء الله عز وجل وقدرته، تلقيت صبيحة اليوم الخميس 25 جماد الأولى من العام الهجري 1443 الموافق 30 من ديسمبر لسنة 2021 نبأ وفاة المغفور له الحاج محمد عبد الله بالكبير نجل الشيخ سيدي محمد بالكبير رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أجل حل وقضاء نزل، وشاءت رحمة الله أن تصرف عن الفقيد ما لقي من هول العل والمرض، وقد فارقنا ليلقي ربه راضيا مرضيا، وحسبنا أننا نحسن الظن في رب العالمين أن
سيتقبله قبولا حسنا كما يليق به سبحانه وتعالى. قد تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى صبرا ورضا، إن لله وإن إليه راجعون. ومن ثمة فالعزاء موصول إليكم عائلة الفقيد وإلى كافة الجزائريين ورواد زاوية الشيخ سيدي محمد بالكبير ومريديه ومحبيه. الله ما أعطى ولله ما أخذ، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم فيما أصابكم، ولا أراكم الله مكروها ولا فتنكم من بعد الفقيد، وصب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان، والحمد لله رب العالمين. أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس عن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الوطنية للتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021، والتي شملت 200 طالب ناجح. وكشفت الوزارة عن أسماء الطلبة الناجحين 200 في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021، على أن تبدأ الدراسة بالمدرسة العليا للقضاء بالنسبة للدفعة 27 السنة الأولى يوم الأحد 2 جانفي 2022 على الساعة 8 صباحا. وطلبت الوزارة من الناجحين الالتحاق بالمدرسة ابتداء من يوم السبت الموافق للفاتح من شهر جانفي 2022 ابتداء من الساعة 10 صباحا لإتمام التدابير التنظيمية. بمناسبة حلول السنة الميلادية 2022، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا يرتكز على وضع تشكيلات أمنية تسهر على فرض التواجد الميداني عبر كامل قطاع الاختصاص، لا سيما بالفضاءات والساحات العمومية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين، وذلك بهدف ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات ومحاربة الجريمة بكل أشكالها. كما سيعرف نشاط مصالح الأمن الوطني تعزيز التشكيلات والوحدات العملياتية لضمان إنسابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية من خلال تسخير وحدات شرطة المرور المدعمة بكافة التقنيات الحديثة، وكذا مروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني. هذا وتتمنى المديرية العامة للأمن الوطني عام سعيد لكل المواطنين، وتدعوهم إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة وخلال تنقلاتهم المختلفة. سطرت مصالح الأمن لولاية الجزائر العاصمة إجراءات أمنية خاصة من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية المتزامنة مع العطلة الشتوية، وذلك على مستوى محطات مترو وترامواي الجزائر العاصمة من خلال تخصيص فرق مسماة بجمهرة شرطة النقل، حيث اعتمدت هذه الأخيرة على جملة من التدابير الوقائية والاحترازية لتأمين وحماية المسافرين، إذ زودت 19 محطة بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى زيادة فتح مناطق التفتيش من داخل وخارج المحطة. المزيد في تغطية إيمان سحنون. تختص جمارة شرطة النقل بتأمين المسافر عبر الوسيلتين، وهما وسيلة المترو ووسيلة الترامواي. على بالنسبة لوسيلة المترو، فيتم تأمين المسافر على مسافة أو مسلك 19 كيلومتر بمعدل 19 محطة، في حين أن وسيلة الترامواي يتم تأمين المسافر على مسافة 23 كيلومتر بمعدل 37 محطة. تم منح عتاد أو تجهيز هذه المحطات بأولاً وسائل المراقبة عن طريق الكاميرات. هذه الكاميرات تستعمل من طرف محطتين، سواء محطة المترو شرطة المترو والتي تقوم بالمراقبة التقنية
للمحطات عن طريق الكاميرات، وتستعمل هذه الكاميرات في توزيع التشكيلات الأمنية وتوجيهها طبقا للمهام المنوطة بها، في حين نفس الشيء بالنسبة لوسيلة الترموي. يتم تأمين هذه المحطات عن طريق تشكيلات أمنية موزعة على مستوى 19 محطة بالنسبة للمترو، ونفس الشيء بالنسبة للترموي. تدخل الجمهرة أو نشاطات الجمهرة، جمهرة شرطة النقل ينقسم إلى تقريبا قسمين، والقسم الأكبر هو في إطار القانون العام، حيث أن تدخلنا يكون في إطار القانون العام بمختلف القضايا، سواء مراقبة الأشخاص أو إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم أو الحائزين على المخدرات أو أشخاص في حالة سرقة حالة تلبس أو أشخاص حاملي أسلحة بيضاء. 19,943 شخص مراقب أو مراقبة الأشخاص. بالنسبة للأشخاص المبحوث عنهم 62 شخص تم إيقافه، سواء عنده أمر بالإيقاف أو نشرة بحث. نفس الشيء بالنسبة للأشخاص الحائزين على المخدرات القطع الصلبة، فسجلنا 222 شخص تم إيقافه في هذا الشأن. كذلك بالنسبة للأشخاص الموقفين والحاملين والحائزين على المؤثرات العقلية، سجلنا 153 شخص تم إيقافه في هذا الشأن، وإيقاف 63 سارق في حالة تلبس، خاصة الهواتف النقالة أو السرقة عن طريق النشر. كما تقوم مصالحنا أو التشكيلات الأمنية التابعة لجمهرة شرطة النقل بأعمال إنسانية وتقديم المساعدة للمواطنين بكل أنواعها، حيث سجلنا 154 حالة تدخل في إطار تقديم المساعدات للمواطنين. تقوم بالتدخل في إطار قانون المرور، حيث تقوم بتدخل وتحرير مخالفات جزافية لمخالفي قانون المرور ومستعملي سكة الترموي، حتى سجلنا 687 مخالفة جزافية. في إطار الحملة التحسيسية الوطنية للدرك الوطني بولاية بسكرة، نظمت الوحدات الإقليمية للدرك الوطني هذا اليوم حملة تحسيسية على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمفترق الطرق لبلدية طولقة، من أجل مرافقة مستعملي الطريق وتحسيسهم من مدى خطورة الحوادث وعواقبها، والتركيز على احترام قواعد السير والحث على السلوكيات السلمية. تقرير نجاز صبر. في إطار الحملة التحسيسية الوطنية الممتدة من تاريخ 26 ديسمبر 2021 إلى غاية 15 جونفي 2021 تحت شعار باحترامك لقانون المرور تحمي نفسك وغيرك، خاصة مع بداية فصل الشتاء لهذه السنة الذي يعرف تقلبات جوية، كما أن هذه الفترة التي تعرف كثافة وحركية أكبر في التنقلات عبر شبكة الطرقات، نظمت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة هذا اليوم حملة تحسيسية على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمفترق الطرق عين الحوي بلدية طولقة، وهذا من أجل مرافقة مستعملي الطريق وتحسيسهم بمدى خطورة الحوادث وعواقبها، التركيز على احترام قواعد السير والحث على السلوكيات السليمة، حيث سيتم التركيز على سواق جميع أصناف المركبات دون استثناء. سيتم خلال هذه الحملة تحسيس مستعملي الطريق من بعض المخاطر، خاصة السرعة المفرطة، تجاوز الخطير عن عدم احترام مسافة الأمان، المناورات الخطيرة والسير على اليسار، المراقبة الدورية للمركبات، بالإضافة إلى عدم استعمال حزام الأمن. الأخير تطعمية الدرك الوطني رقم 1055 ومنع الاستعلام للشكاوى المسبقة لتشيع الامتيازات تحت تصرف المواطنين ليلة أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، وكذا موقع طريق المهندسات الخاص بحال الطرقات وحركة المرور بها على المستوى الوطني. في إطار حملة تحسيسية منظمة من طرف الدرك الوطني الإقليمية لوحدة بسكرة، نظمنا اليوم حملة تحسيسية في حوادث المرور. قمنا بحملات تحسيسية ذات السواق الوزن الخفيف ووزن الثقيل وعلى السلامة المرورية، وكانت في المشاركة بعض الجمعيات من الجمعية الوقائية من حوادث المرور. كانت حملات تحسيسية إلى استوعاب الثقافة المرورية لكل السواق. هذه الحملات انطلقت الحملة من يوم 26 إلى غاية 15 جونفي تحت شعار احترام قانون المرور تحمي بنفسك وغيرك.
نظمت مصالح أمن ولاية صعيدة البطولة الولائية للعدو على الطريق بمشاركة 60 عداء يمثلون مختلف المصالح على مسافة 5 كيلومتر. هذه المنافسة هي المؤهلة إلى البطولة الجهوية ب20 عداء إناث وذكور. سيمثلون أمن ولاية صعيدة في البطولة الجهوية التي ستجرى شهر فبراير القادم بولاية البيض. المراسلة لبدر الدين تيفون. زبي فاطمة التابعة للأمن الحضاري الرابع لأمن ولاية صعيدة. نشكر أمن ولاية صعيدة ونشكر القوات الخاصة التي كانت تحت الإشراف في هذه المسابقة. بما أني تحصلت على المرتبة الأولى نهديها إلى العائلة الشرطية وعائلتي الخاصة ونشكرهم على كل التنظيمات وشكرا. حافظ الشرطة رقاب عائشة التابعة لأمن ولاية صعيدة أمن دائرة سيدي بوبكر. نشكر أمن ولاية صعيدة على تحضيرات العدو بين البنات والأولاد الولائي. الحمد لله تحصلت على المرتبة الثالثة. الأجواء كانت ربيعية. نشكر قناة الأجواء والحمد لله فاتت مليحة. محافظ الشرطة حمد عبد الكريم أمن ولاية صعيدة. نشكر مدير عام الأمن الوطني على رأس المدير العام. نشكر رئيس أمن ولاية صعيدة. نشكر المنظم ملازم أول الشرطة مختار رضوان. شاركنا في السباق هذا على 6 كيلومتر. السباق كان شوية صعب. مررنا بعض المرحلة شوية مليحة. نشكر كاع الفريق اللي شاركوا والحمد لله كملنا السباق على خير الحمد لله. التصفيات للبطولة الجهوية المنظمة بأمن ولاية البيض. نظمت مصالح أمن ولاية صعيدة البطولة الولائية للجري عبر الطريق حيث عرفت مشاركة 60 عداء وعداءة. عرفت المشاركة تنظيم جد محكم وشاركة عرفت منافسة جد كبيرة ما بين أفراد الشرطة حيث أيضا يعني الأجواء كانت ملائمة من حيث الجو كان جو ربيعي مناسب يعني لهذه المشاركة. تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام. العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مفادها نقل كميات معتبرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة على متن شاحنة قادمة من مدينة أقبو ليتم توقيف السائق ومرافقه أيضا. التغطية لنسيم الشطر. في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة على متن شاحنة قادمة من مدينة أقبو. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم وضع تشكيل أمني ونقاط مراقبة على جميع المنافذ والمسالك المحتمل أن تسلكها. أسفرت هذه العملية على حجز 19340 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع ذات صنع أجنبي ومحلي وتوقيف شخصين ينحدران من ولاية بجاية. تم إنجاز ملف القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى المصالح. حطت أول أمس القافلة الوطنية التحسيسية بعاصمة ولاية المسيلة والتي ستجوب ولايات الوطن، وكان هناك معرض خاص للحد من خطورة غاز المدافئ بمشاركة كل من الحماية المدنية، مديرية التجارة، الهلال الأحمر الجزائري وجمعية حماية المستهلك. المزيد في مراسلة سعد العجال. يعني والله نشكر اللي قايمين على المعرض هذا واللي قايمين على هذا التحسيس هذا. صراحة يعني حتى أنا كأستاذ تربية بدنية يعني استفادة يعني ميدانية يعني طبقت لهنا يعني مع الجماعات على الهلال الأحمر هذا الميدان وكل سكان مدينة المسيلة وبالأخص أساتذة التربية البدنية اللي لازم يكونوا على علم بهذه الأشياء. شكون هذه الاشياء ممكن توقع في مؤسسه ممكن توقع في درك يعني تنقذ روح يعني حاجه جميله جيد. نشكر الجميع نشكر اللي قايمين على هذا المعرض وعلى هذا التحسيس هذا.
البدائي للمنظمه الجزائريه لحمايه الرشاد المستهلك ومحيطه وقت الفريق المركزي الشعبي اليوم بدعوه من شركه الكهرباء والغاز في اطار حمله الوطنيه التحسيسيه من مخاطر السيء كما يلقب القاتل الصامد والذي يلقبونه اجدادنا زمان بالمرعوب. رانا في حمله تحسيسيه في جامعنا هذا عارضين مطويات فيما يخص الموضوع. بعض النصائح والارشادات فقط للمواطنين انه عند اقتناء المدفاه يحاول يقتنوا مدفاه ذات جوده عاليه. مؤخرا لزموا ان التاجر يبيع برقه حساس الغاز الذي يكشف الغاز في حاله تغافل المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالامتثال على هذا اليوم التحسيسي اللي جاء في وقت مناسب جدا خصوصا مع ارتفاع حالة الاختناق في احادي اكسيد الكربون. مشاركة مديرية التجارة تمثل في عرض بعض المنتجات غير المطابقة كما نشوف هنا قال سوي وغاز هذا عنده ديزات اكسبيراسيون. ثاني هنا احنا نوصل المستهلك ونحرصوا باللي اختيار الاجهزه الكهرومنزليه المطابقه بالاضافه الى انك تطلب كاشف احادي اكسيد الكربون اللي هو ديتكتور دي سي او ليكون مرفق مع الاجهزه الكهرومنزليه. هذا ضمان الهلال الاحمر الجزائري ارتئينا الا ان نشارك في هذه التظاهره وبما اننا منظمين الإسعافات الأولية ندرس الناس الإسعافات الأولية كيفية تجنب الحوادث تسربات الغاز كيف أي واحد يصرى له تسرب غاز أو اختناق عن طريق الغاز. احنا نوري للناس كيفاش يديروا الإسعافات الأولية. الرحيم نجاز عادل المكلف بالاتصال امتياز توزيع الكهرباء والغاز تمثيلا مساهمة من الشركة الجزائرية توزيع الكهرباء والغاز صديق برئاسة السيد الرئيس المدير العام. تم تنظيم هذه القافلة الوطنية التحسيسية حول الاستعمال الآمن والعقلاني الكهرباء والغاز والتي تجوب كافة التراب الوطني والتي حطت رحالها اليوم بمدينة المسيلة على أن تكمل الوجهة نحو ولايات أخرى للتحسيس بمخاطر الغاز. تم بقاعة اجتماعات ولاية سمسيل تسليم أكثر من 50 مستفيد من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي بالولاية مقررات الإدماج ومحاضر التنصيب في مناصب عملهم. العملية جرت تحت إشراف السلطات الولائية حيث عرفت حضور مسؤولي القطاعات التي عرفت عملية إدماج المستفيدين جهازي الإدماج المهني والاجتماعي منها التكوين والتعليم المهنيين والتربية والغابات والشباب والرياضة والتشغيل والبلديات. تغطية وقراءة حياة كزوز. مقر ولاية سمسيل الفرحة كبيرة بمناسبة توزيع محاضر التنصيب لمقررات الإدماج المهني للمستفيدين والمستفيدات بوظائف دائمة على مستوى كثير من القطاعات. أنتم الشباب شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق وأنتم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية بناء والتعمير إلى تقدم الوطن وازدهاره. جاءت توجيهات السيد رئيس الجمهورية ضرورة تفعيل طاقات المجتمع وإشراك الجميع في عملية التنمية وبخاصة تنمية الشباب وتوفير كل إمكانيات اللازمة حقوق المستحقة وتعزيز دورهم وتوفير فرص العمل لهم. ومن هنا جاء المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 الذي يتضمن قرار إدماج مستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات اعتبار معايير موضوعية وشفافة ووفقا للأقدمية في هذا الجهاز حيث قدر العدد الإجمالي مستفيدين من الإدماج في جهاز 2021 ب 2497 منصب. هنيئا لكم بالإدماج. بسم الله الرحمن الرحيم. تبعا لقرارات رئيس الجمهورية والرمية لإدماج حاملي الشهادات نشكر رئيس الجمهورية على هذه المبادرة على رأسهم ولي ولاية سمسيلت رئيس المجلس الشعبي البلدي. نتمنى هذه المبادرة تكون عندها استمرارية وتكون طبقا للمرسوم 336-19
والرامي لإدماج حامل الشهادات. نشكر جميع السلطات، نشكر السلطات المحلية على هذا التكريم والمقرر. أنا فرحانين في يوم هذا المبارك إن شاء الله. استلمنا مقررة إدماج تاعنا واستلمنا المناصب تاعنا الحمد لله يا ربي. تكون ولاية السمسيط قد حصدت نسبة 50% من إدماج كوطة من المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي بمجموع 2479 في مناصب شغل دائمة، وتتفوق بذلك على النسبة الوطنية المقدرة ب 30%. انطلقت مساء أمس فعالية الأيام الوطنية للطرب العربي في طبعته الثانية، والمنظمة من طرف جمعية ثقافية بشائر المستقبل بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون لولاية البليدة، وهذا على مستوى المركز الثقافي لأولاد عيش، أين شارك ثلة من الفنانين من مختلف ولايات الوطن من أجل إعادة إحياء موروث الطرب العربي الأصيل. مراسلة رؤوف مزيان. السيدة وزيرة الثقافة والفنون وإشراف السيد والي ولاية البليدة ومديرية الثقافة والفنون نظمت الجمعية الثقافية السياحية بشير المستقبل هذه الأيام الوطنية للطرب العربي الطبعة الثانية أيام 29-30-31 ديسمبر 2021 بمدينة البليدة. تهدف هذه الأيام إلى إعادة إحياء موروثنا في مجال الطرب، الأغنية الملتزمة، الأغنية التي تستطيع العائلة أن تستمعها، الأغنية التي تعيد إحياء أمجاد كثيرة، أغاني وطنية، أغاني ثورية، الموشحات العربية والأندلسية. في إطار دعم وزارة الثقافة للمشاريع الثقافية تحت إشراف مديرية الثقافة لولاية البليدة، فهذا الجانب من الفن الثقافي الأصيل بدأ في نوعا ما في الانقراض في الجزائر، وبالتالي نحن حاولنا أن نرافق هذا المشروع وحاولنا أن ندعم هذا المشروع حتى تبقى الآلات الموسيقية التي اعتنقها أهل الطرب العربي تبقى حاضرة ونحافظ عليها ونحميها من الانقراض. الأغنية العربية رانا نشوفوا واحد الآن، الأغنية العربية ما راهش كما بكري زمان، يعني الأغنية العربية كانت أيام، يعني الطرب العربي عمالقة الطرب العربي أم كلثوم إسمهان فريد الأطرش عبد الحليم وغيرهم من كبار العمالقة. دروك الأغنية العربية راهي نقصت شوية بزاف ما راهيش كما بكري، من الحمد لله كاين مثلا ما كاين ناس ملحنين الله يبارك في الوطن العربي، وكاين مطربين راهم يدافعوا على الأغنية العربية باش تبقى، ومن بينهم صابر الهواري راني نمثل الأغنية الجزائرية العربية وانا كنت ببرنامج سوبر ستار العرب. من مستغانم تزامنا مع نهاية العطلة الشتوية نظمت جمعية صدى الظهرة زيارة إلى حديقة الحيوانات والتسلية، أين قضت الأطفال أوقاتا ممتعة بين المرح واللعب على أمل عودة مدرسية كلها حيوية ونشاط. مراسلة واتي بالعربي. كسام الهاشمي رئيس جمعية صدى الظهرة، اليوم قمنا برحلة ترفيهية لفائدة أطفال الجمعية وذلك في إطار نهاية عطلة الشتاء، حيث الأولاد خرجوا لعبوا حوسوا قعدوا في هذه الخيمة الصحراوية، ما شاء الله قاعدة تحس صح باللي راك في الصحراء، ما شاء الله قاعدة صحراوية بامتياز. نظمت جمعية صدى الظهرة رحلة إلى منطقة الترفيه حديقة مصطلح، أنا اسمي رميساء عائشة بن عبد الله، أشوف في جمعية صدى الظهرة. اليوم خرجنا يعني رحلة بمناسبة يعني نهاية العطلة، خرجنا للمصطلح مستغانم وليت مستغانم بعين تاعنا، خرجنا درنا أوقات ممتعة، لعبنا رحنا الأماكن ممتعة جدا، لعبنا ألعاب بزاف شابة، رحنا ثانية محلات وشنا صور شعبي. جلالي وعائلته الصغيرة في غرفة لا يتوفر فيها ظروف العيش الكريم. جلالي من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يستفيد هو ولا أبناءه من منحة الدولة. التغطية لمحمد إسلام أولاد الطاهر.
تعليم الواقف. ما عندناش، ما عندنا لا فريق ولا جا الصيف نعانوا من العطش من الحمار من السخانه، ولا جا الشتا كيما راكم شايفين نعانوا من البرد. راني عايش في غرفه واحده، خطرات ولادتي ولدي الكبير يبدا يدوس فيا يقول لي ناكلوا قال مقارونه، علاه ما نبدلوش، علاه ما ناكلوش كيما راهم ياكلوا الناس. وخطرات كي نروحوا لهم يقول لي بدل اسمك بدل نكوتك ممكن راه فيها مشكل. يا رئيس الجمهوريه، يا رؤساء غردايا، بشريعه ربي ورسول الله راني حقرت في بلادي، راه ما عنديش حق، ما عندي حتى حية، راني ندر رايح وجاي ادهشت، راني نقول للناس لاصحاب الادارات المحلي نقول لهم مانيش طايق نمشي، راني تعبان، راه عندي القلب، عندي فقد الدم، كراعي مقريفر فيا هما يضلوا يجيبوا فيا ونروح، نروح للسلطات المعنية كل واحد يلوح فيا، الواحد اللي نروح له منحة بني لحد اليوم ما اديتهاش، دافع دوسي ودير دوسي مريقل وكل حاجة لسعد الساعة ما اديت حتى حاجة، ماني مستفيد من الدولة من حتى حاجة، كفر خير بعض الناس اللي واقفين معايا. وفي حالتي انا الدخل تاعي في 100,000 تاع الامراض المزمنه، راه ما عندي حتى مدخول، ما عندي حتى شهريه، ماني نخدم في حتى حاجه، وانا قلت من قبل باللي راني مريض ومعاق، راني ناقتات قمزقاق، راها وصلت بيا الحاله للتسول في الشوارع، راني قنلقط من عند الناس 10 20 وكلش، كي نطالب على خدمه ما نلقاش، نطالب على اعانه ولا حاجه من الكريا، وراني مهدد بالطرد، وراني رحت للشيف دايره وقلت له هذا الموضوع، ماذا بيا من المحسنين ولا السلطات ادي لي حل في اقرب وقت بجاه ربي ونبيه. احتج مئات العمال التابعين لشركة أنابيب المغرب الكائنة في منطقة بئر النحاس التابعة لبلدية العطاف بولاية عين الدفلة على خلفية تقاعس الإدارة حسبهم في حل مشاكلهم المهنية العالقة. مدير الشركة أكد الحوار مفتوح بما يمليه أقول التمثيل النقابي القانوني، مؤكدا أن العمال مجبرين على التأقلم مع الظروف التي تمر بها مؤسستهم المستخدمة. تغطية الحاج مزكو ومراد دلوسي. رانا قرابة 220 عامل من كل بلدية العطاف، كاين ولاية عين دفلة، كاين ولاية شلف، عمال شركة أنابيب المغرب العربي بقعة بئر النحاس بلدية العطاف ولاية عين دفلة. نحن نطالب بمطالبنا شرعية، وهو كمدير استعرب بلي مطالب شرعية ومازال ما بغاش يعطينا هذو المطالب. حنا نطلب من السلطات العليا باش تتدخل في اقرب وقت. نطالبوا حنا بتوفير يعني وسائل العمل ولا ظروف عمل مريحه للعامل، كما نطالب يعني بما يسمى بالمردوديه تاع العام اللي منذ ان راى هذه الشركه ان رات النور ما استفاد منها العامل البسيط هذا حتى شيء. عندنا مطالب شرعيه رانا مدينها للمدير، مطالب بالسنديكا، السنديكا راه مجمدها انه هو في 2017 2018 مجمد لنا سنديكا، ما قدرناش نعاودو نديرو سنديكا، وكي رحنا لدروك للمطالب قلنا الاجراءات هذيك القانونيه لازم تطول باه نديرو لكم سنديكا. زيد ما يخص فيما يخص السالار راه ديزويت مرمو رئيس الجمهوريه دار اعلان تاعو باللي سالار فوق الفا بريمير مورانا نطلبوا بالمردوديه من 2014 ليومينا، وراه عندنا تهميش، ما عندناش عدل، كاين احتقار، كاين شتم، ما كاش كيف نوصف لك. على كل حال الله يجيب ساعه الخير والله يجعل ربي يوفقنا في الشيء اللي رانا فيه، وما ظالمين ما نخسر وما نكسر. احنا في هذه الشركه رانا محقورين من 2014 مازال ما طاولناش حقوقنا في هذه الشركه، وعندنا الخدامه جميع اللي صارت له اكسيدو ترافاي ما كاش واحد تهلاو فيه ولا رجعوا له حقوقه. انا عندي اكسيدو ترافاي هاي وينه، كنت نخدم كان عندي سالار دو باز 23,150,000 خرج، جات الكورونا خرجونا ما عوضوناش. والحمد لله ما دخلته العام كاين بكثره، ورانا من 2014 حتى 2020 راه يدخل علينا ما شلنا حتى 1000، راهي بالعكس راهي تهبط الوزين يطلع وحنا نهبطوا، وكل مره يخرج خدامه يدخل خدامه. على اي اساس نقدروا نفوضوا على شيء خارج قانون؟ ندخلوا للحرم تاع الشركه ويكون تمثيل قانوني واضح بكل نزاهه، وفي نفس الوقت الشركه تمثل للممثلين، تتوضح للممثلين الشيء اللي راهي تفوجوز فيه اليوم الصعوبات، واش دارت لاجل العمال انها تحافظ على مناصب العمل ولا
المجهودات الجبارة اللي رانا نقوموا بها أننا نحافظوا على لصالات توهم ولا يوم تأخرنا على يوم. وفي كرة القدم تمكن نجم مقرى من تحقيق فوز مهم على حساب الضيف والجار اتحاد بسكرة في مباراة كان المقراوة أكثر حضورا وانتشارا، في حين كان الزوار غائبين وبدا عليهم تأثر الهزيمة داخل الديار ضد شباب بالوزداد. وكان هدف بوغاش كافيا بخبرته ليحرز النجم أولى النقاط الثلاث داخل الديار. المزيد في مراسلة سعد العجال. اللي كان بفضل إرادة اللاعبين والمجهودات الكبيرة اللي قاموا بها في طوال المباراة أو طوال الأسبوع اللي كنا حضرنا هذه المقابلة. هي كانت مقابلة صعبة من ناحية ذهنية، بحيث حنا الفريق ديالنا بمر بفترة صعيبة شوية من ناحية ذهنية. الحمد لله قدرنا نرجعوا هذا بفضل الله سبحانه وطاقم الفنيين، وقدرنا نرجعوا المعنويات اللاعبين. وفوز هذا الحمد لله ان شاء الله راح يسمح لنا باش نخرجوا من القوقعة هذه المرتبة الأخيرة اللي ما نسحقوهاش صراحة لعدة أسباب. كي نشوفوا الفريق، اللاعبين اللي كاين في الفريق أو الإدارة الفريق اللي تقوم بعمل كبير. الحمد لله اليوم كان درنا الأهم رغم تضيع عدة فرص، لكن الأهم قمنا به والحمد لله. وإن شاء الله هذه البداية تاع الأفراح تاع إن شاء الله لنجم القرن. إذن هي مباراة ديكليك. بالفعل هي مباراة ديكليك، لأنه ما يكفالكش أنه اللاعبين كانوا مقاسين ذهنيا. الحمد لله وان اليوم حوسنا على الفوز تاع المباراه، وان بعد ما كانوا حابين نحبسوا النزيف تاع المباريات تاع ملعبنا نجم مقرى، وان ما فزناش اول مقابله اللي فزنا بها في الميدان ديالنا ان شاء الله ما تكونش الاخيره، وان شاء الله نضمنوا البقاء، ولما لا ان شاء الله نكونوا نحتلوا مرتبه مشرفه ان شاء الله. إذن عز الدين بن نصر، فوز يعيد الأمل إلى فريق نجم شباب مقرى بعد سلسلة النتائج السلبية التي مر بها. عن ما يخفلكش أن الفريق مر بمرحلة صعبة جدا، المرحلة هذه امتدت يعني لعدة جولات. كنا تنقلنا لحسين داير ربحنا، كذلك رجعنا خسرنا في ميدانه، ثم تنقلنا للثورة خسرنا، هذه أثرت علينا كثير. ولكن الستاف الجديد يعني بقيادة المدرب الأسعد يعني قاموا بعمل جبار خلال هذا 21 يوم، خاصة من جانب إعادة تحضير الفريق من جديد، خاصة من الجانب البدني. نشكر اللاعبين اليوم اللي كانوا في المستوى وأدوا مقابلة بطولية، وقدرنا نفوز بالمقابلة هذه، ما تخلينا حظوظ إن شاء الله للمستقبل إن شاء الله. مختصرات دولية مع شوقي العيد بليلي. أكد مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن أبدى استعداده لسلوك مسار دبلوماسي، لكن الولايات المتحدة التي لا تزال قلقة جدا إزاء وجود قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا ستكون أيضا مستعدة للرد في حال شنت روسيا غزوا جديدا لأوكرانيا. أعلنت إيران هذا الخميس إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية، وفي خطوة يرجح أن تثير انتقادات غربية، خصوصا وأنها تأتي في ظل مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي. يأتي هذا الحريق بعد تظاهرة قامت بها مجموعة من المدافعين عن حقوق السكان الأصليين خارج المبنى، وقال شهود من المتظاهرين أن الحريق بدأ كطقوس تدخين تقليدي خرج عن السيطرة. يعد كومبري فيخ الآن في حالة سبات بعد أن تجمدت سيول حممه السوداء وغطت المنطقة طبقة من الرماد الأسود، وسوف يستغرق الأمر سنوات إن لم يكن عقدا لتنظيف المساحات المتضررة وإعادة بنائها واستصلاحها. تمتعت الحيوانات التي تعيش في حديقة الحيوانات في برلين بعشاء متأخر بمناسبة عيد الميلاد، حيث قدمت لها أشجار عيد الميلاد غير المباعة.
وبالمختصرات الدولية مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يوقع على قانون المالية لسنة 2022. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي في وفاة المغفور له الحاج محمد عبد الله بالكبير ابن الشيخ سيدي محمد بالكبير. وزارة العدل تعلن عن 200 ناجح في المسابقة الوطنية للتوظيف الطلبة القضاة. أما المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول السنة الجديدة. نشرتنا تمت، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.